ارتكبت ميليشيا الحوثي والمخلوع مجزرة جديدة بحق المدنيين في مدينة تعز المحاصرة. قالت مصادر محلية إن القصف الذي طال عددا من الأحياء السكنية شرق المدينة أسفر عن استشهاد 8 مدنيين وإصابة نحو 20 آخرين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. الحزن مهنة تعز، لا ترحل الأخبار المؤلمة إلا وتعود أثقل من سابقتها. 6 قتلى وعدد من الجرحى في جريمة جديدة للميليشيا في المدخل الشرقي للمدينة. الأخبار القادمة تؤكد سقوط قذيفة في دوار السوفيتيل في منطقة الحوبان، حيث يتجمع مدنيون بالعشرات للتسوق، سقطوا بين قتيل وجريح. تؤكد المعلومات إن القذيفة التي سقطت في المكان أطلقت من مطار تعز الدولي، وفي هذا المربع الذي أطلقت منه القذيفة وحيث سقطت فيه يقع تحت سيطرة الميليشيا. تعرضت الأحياء الشرقية كصالة وثعبات للقصف، وأيضا الأحياء الجنوبية من المدينة في قلعة القاهرة وغيرها من الأحياء المجاورة. وبينما تستمر المواجهات بين الجيش الوطني والمقاومة من جهة وميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع من جهة أخرى في عدة جبهات في الربيع في الجبهة الغربية وأيضا الجبهة الشرقية، تستمر الميليشيا في استهداف المدينة تعبيرا عن إخفاقاتها في تحقيق أي انتصار. وكما تعرفون أن ما زلنا في خط النار، وما زالت قوات الحوثي وميليشيات عفاش تتمركز في هذه المناطق التي هي أمامنا مباشرة، والتي ما زال الحوثيون يعملون فيها بقوة وبكثافة، والتي تسمى المنطرح ومزارع همام والربيع والروض والدبح والتباب التي تحت تبت المنعم. طيلة عام ونصف من الحرب والحصار على تعز، شيء واحد لم تحققه المحافظة هو الهدوء ولو قليلا لتلتقط أنفاسها وتعيد ترتيب جراحاتها في المدينة وأطرافها وفي الريف أيضا، حيث تشن الميليشيا قصفا عنيفا ومركز على القرى ومواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. في جبهة الأحكوم بمديرية حيفان، نقل مراسل بلقيس عن مصدر في الجيش الوطني أن الميليشيا المتمركزة في منطقة الأكبوش قصفت مواقع الجيش في التبة الخضراء ورأس النقيل. وأضاف المراسل أن مدفعية الجيش ردت بقصف مواقع الميليشيا، كما تعرضت عدد من قرى عزلة الأكاحلة للقصف العشوائي بالقذائف ومضادات الطيران. ولم يذكر مراسلنا نقلا عن المصادر سقوط أي ضحايا.